الطقس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث يصبح الطقس غالبا صافي مع 43 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموس 39، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون شمالية غربية معتدلة للتأثر. أما بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ الشمال تبوك أتربة مثارة 36 إلى 23، عرعر غبار خفيف 38 إلى 24، سكاكا أيضا غبار خفيف 39 إلى 26. المنطقة الغربية المدينة المنورة طقس صافي 41 إلى 30، مدينة جدة 38 إلى 25، مكة المكرمة 43 إلى 30، أما الطائف 34 إلى 25 عفوا. المنطقة الجنوبية الغربية أبها 31 إلى 20، جازان 34 إلى 31، الباحة 32 إلى 25. المنطقة الشرقية طقس حار بشكل لافت، الإحساء 47 إلى 31، الدمام 45 إلى 28، حفر الباطن 46 إلى 32. المنطقة الوسطى حائل طقس صافي 36 إلى 24، بريدة 41 إلى 28، والعاصمة الرياض غالبا صافي مع 43 و29 درجة مئوية. إلى اللقاء.